الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استقيموا واعتدلوا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. From the verses that we heard in Tarawih today is a very powerful verse, a very important verse, a verse that is a great test, a litmus test for each and every one of us. And it is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, say, if you truly love Allah, if you truly love Allah, then follow me and Allah will love you. Allah subhanahu wa ta'ala made following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam a sign of your love for Allah. As much as you follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that shows how much you love Allah. And as much as you disobey the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that shows your deficiency in the love of Allah. And as some of the ulama they mentioned, this verse was revealed concerning a people who said during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we love Allah. So Allah revealed this verse to test them. If you truly love Allah, then follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Or else everyone can talk. Or else these are just empty words. We all say we love Allah. But how do we show it? When Allah says to do this or not to do this, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam says this or not do this, do we follow and obey, or do we hate it inside? We don't like it. Some of us, we know we have to do this, but inside we wish we didn't have to. Have we reached a point where our desires, our hawa, our desires are in line with the Sharia? We've controlled our desires and reached a point and trained ourselves that our desires actually are in line with what Allah and His Messenger want. So that we love what Allah loves and we hate what Allah hates. When we love what the Prophet sallallahu alaihi wasallam loves, and we hate what he sallallahu alaihi wasallam hates, have we reached that level? Because all of us, we talk the talk. We're very good at talking. We're very good at outwardly showing. Yes, we'll decorate, you know, the house for Ramadan. We'll do this. But when it comes to push comes to shove, are we actually going to show it? When it comes to halal and the haram, when it comes to ibadah, when it comes to morals, when it comes to things where no one is watching and no one will punish us if we don't. Go with what Allah wants. But between you and Allah, you know He's watching. Are we going to follow the deen of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Or is it just talk? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Say, if you truly love Allah, then what? Follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That was the way of the Sahaba. Look at the Sahaba. One of the most emotional stories for me. And some people might think, why is this emotional? For me, when I hear it, I can't control myself. It is the story of Ibn Umar with his son. And it was reported that Ibn Umar and his son, one day Ibn Umar tells his children that the Prophet sallallahu said, do not forbid the female servants of Allah from the houses of Allah. Don't keep your women from coming to the masjid. Ibn Umar's son, he was jealous of his wife. And he saw that the society has come, maybe not the same akhlaq as it used to during the time of the Prophet sallallahu. So he said, no, I'm going to keep her from going. So Ibn Umar, he says, I tell you the Prophet sallallahu says, don't keep the women from the houses of Allah. And you say, I'll keep you from the houses of Allah. Wallahi, I won't talk to you ever again. And he didn't talk to him again. This is truly, قُلْ إِن كُنْتُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهِ. This is truly, say, if you love Allah, then follow me. That you love for the sake of Allah. مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. أو من أمسك لله أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
Whoever loves for the sake of Allah, and hates for the sake of Allah, and gives for the sake of Allah, and withholds for the sake of Allah, then he has completed Iman. Or else, it's all talk. And when the order of hijab came down, the Sahaba, when they heard the Sahabiyat, they ripped their loincloth into half and covered their heads, and they came out as if, the narration says, looks like they all had black crows on their head. All covered up. Khalas, the order came, that's it. We argue and we make excuses and to convince me, no, it's not really fard, is it fard or is it sunnah? The order came, they ripped their sheets in half and they covered their heads, and they all looked like they had black crows on their head. That's quoting kuntum tuhibbun Allah fa tabi'uni yuhibbukum Allah. That say, if you truly love Allah, follow me. Follow the Prophet. When the order came to destroy, to forbid alcohol, they poured and broke their bottles in the streets. The streets of Medina flew with alcohol. Some of them who already had drunk alcohol, they put their fingers in their mouth and they threw it up. You know, they didn't have to do that. But the Sahaba, they acted first, then they'll ask later. We ask and we argue and then we don't act even. So, dear brothers and sisters, it is for us to truly show that we love Allah and His Messenger. At the end of the day, we can show it in front of each other. We can show it in front of each other, and we can, you know, in the masjid we try to show that we are religious and we're this, and then we go home and then we are a whole other creation, not even a whole other person, a whole other creation. We're shayateen, we're not even another human or another creation. And we close the blinds and we are, when we're alone with the mahram of Allah, with the haram madness Allah has prohibited, we violate all of them. And in the masjid, like, you know, beard and thobe and brother, and we have to wear the head covering, and then at home, we're something else, not even people, something else completely, another creation. So dear brothers and sisters, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us ikhlas. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us upon tawheed and the sunnah, and to take our souls upon the tawheed and the sunnah. And before we end, a few questions I have to answer. I get so many messages saying, can you answer this, answer that, talk about this? Quickly, just so I won't be able to answer all of them. One, quickly just answer some of the questions I got. One of the questions is regarding the witr with the iman. If you want to pray more tahajjud after, and you are praying with the imam all the way up to witr, what should you do? The Prophet ﷺ, he told us, again, this, let's, when we hear, we implement. That's truly that you love Allah. But the Prophet ﷺ told us about the virtue of the one who prays with the imam until the end. Whoever prays with the imam until the imam finishes the tarawih salah and leaves, and then he prays, the one following and prays with him until he leaves, he gets the reward. It's written for him like he did qiyam of the entire night. So, we see some brothers, they don't pray witr with the imam because they are going to do witr later with their tahajjud. Or some brothers, they pray some raka'at and they leave. Some people have excuses, may Allah make it easy for them. But when you hear this from the Prophet ﷺ, you get a whole night qiyam reward for just praying with the Prophet ﷺ. And Shaykh Muhammad's not going too long, by the way. If you wanted to, if you wanted to, you could take a couple of juz, 3 juz, 4 juz. The Sahaba would pray all night. He's really not doing that much. You guys haven't prayed? Brian Sheikh Ammar and Davis. So, here, dear brothers and sisters, wait till he finishes, pray the witr. And the one about different, what should you do? If you pray the witr 3 raka'at, and then later on you do qiyam, don't pray another witr, just do the tahajjud, just 2 raka'at, don't do another witr. If you want some sense even better from the ulama, stand up after he finished, the imam goes to 3 raka'at. When he does salam, stand up and add an extra raka'at to make it even. And then when you go home, do your tahajjud and add witr at the end. Because the Prophet ﷺ said, there's no 2 witrs and 1 night. And the Prophet ﷺ said, make your witr the last of your salah. So if you're going to pray later, make your witr the last of the salah. You can combine all of these hadiths and get the virtue. You get the virtue of all night by praying with him until the witr. And then you do tahajjud, and then you make witr the end and the last of your salah, you get the reward for that. Right, that's one question. Number two, some people are asking about the issue of when do you make the dua when you break your fast? Because we know that the Prophet ﷺ said, 3 people, their dua is not repelled. One of them, the fasting person when he breaks his fast. Some ulama said, right before you make the dua, before you break your fast, you make the dua. Some say, no, you eat right away, and then you make the dua. And some said the hadith includes both. So there's flexibility, inshallah. You want to make dua right before you eat, it's inshallah accepted in the hadith. You want to make dua right after you eat, inshallah it's accepted in the hadith. Another question people ask about is the issue of when you are insulted or you're angry, you're fighting. The Prophet ﷺ told us that if someone tries to fight you or abuse you, then you tell them that I am fasting.
So how do you say it? The ulama, they differ. Some say you say it to yourself silently. Ana sa'im, I'm fasting. But the stronger position that you say it out loud to the person who's abusing you and trying to fight with you, so he can hear this and stop. So the stronger position, inshallah, you actually say it out loud. That say, I am fasting, so they can hear you, say it to them, so they can stop and they can not bother you anymore. And there was a final question. Sorry, I forgot what it was that I'm going to answer. Maybe I'll remember next time. Barakallahu feekum. No, any question except for me. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله
سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.